السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد بخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الأول من الدورة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022 مستوى الخامس ابتدائي مادة الرياضيات. إذا لأول مرة كيشوف القناة ديالي مرحبا به، ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة. كنرحب بكم وأدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اذا درت معكم مجموعه من الفروض ديال اللغه الفرنسيه وكذلك النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس، واليوم ان شاء الله فرض من فروض المرحله الثالثه اللي كيخص ماده الرياضيات. اذا ماده الرياضيات هنبداو بطبيعه الحال بالمجال الرئيسي الاول اللي هو انشطه العد والحساب. غادي نحاولوا ننجزوا هذه الانشطه، تبعوا معايا. اذا دابا المجال الرئيسي الاول اللي كيخص انشطه العد والحساب 8 ديال النقط. السؤال الاول، ضع وانجز ما يلي. اذا هنا عندي عمليات ضرب الاعداد العشريه، صافي ضرب الاعداد العشريه. اذا كنجزو العمليات بشكل عادي ثم حتى كنكملو كنحسبوا عدد الارقام الموجوده بعد الفاصله ونضع الفاصله. اذا 32.5 مضروبه في 7.6 وغنجزو 6 في 5 30، اكتب 0 احتفظ ب 3. 6 في 2 12 زائد 3 15، اكتب 5 احتفظ ب 1. 6 في 3 18 زائد 1 19، اضع نقطة. 7 في 5 35، اكتب 5 احتفظ ب 3. 7 في 2 14 زائد 3 17، اكتب 7 احتفظ ب 1. 7 في 3 21 زائد 2 او زائد 1 22، صافي ها هي. ثم ساجمع صفر. هنا 5 زائد 5 10، اكتب 0 احتفظ بواحد. 1 زائد 9 10 زائد 7 17، اكتب 7 احتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 2 4، وهنا 2. ثم الان المرحله المواليه كتجي هي وضع الفاصله. اذا نحل عندي من رقم بعد الفاصله عندي رقمين اللي هما هنا 6 وهنا 5. اذا الرقمين اضع الفاصله هنا، اذا غتجي لي 247.00 اللي هي 247، صافي هذا هو الجواب. ندوزو العمليه الثانيه، 2.425 غادي نضربوها في 23.2. 2 في 5 10، اكتب 0 احتفظ بواحد. 2 في 2 4 زائد 1 5. 2 في 4 8. 2 في 2 4 اضع نقطة. 3 في 5 15، اكتب 5 احتفظ بواحد. 3 في 2 6 زائد 1 7. 3 في 4 12، اكتب 2 احتفظ بواحد. 3 في 2 6 زائد 1 7، اضع نقطة. 2 في 5 10، اكتب 0 احتفظ بواحد. 2 في 2 4 زائد 1 5. 2 في 4 8 و 2 في 2 4 واجمع. 0 5 زائد 5 10، اكتب 0 احتفظ بواحد. 1 زائد 8 يساوي 9 زائد 7 يساوي 16، اكتب 6 احتفظ بواحد. 1 زائد 4 5 زائد 2 7 زائد 5 يساوي 12، اكتب 2 احتفظ بواحد. 8 زائد 8 هنا كتساوي 16، اكتب 6 احتفظ بواحد. 1 زائد 4 يساوي 5. ثم سأضع الفاصلة. إذا وضع الفاصلة سأحسب عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة، 1 2 3 4. إذا 1 2 3 4 والجواب هو 56.26 أو 56.2600. ندوز العملية الثالثة. هنا عندي 586 مضروبة 4.05. إذا هنا 5 في 6 يساوي 30، أكتب 0 احتفظ ب 3. 5 في 8 يساوي 40 زائد 3 43، أكتب 3 احتفظ ب 4. 5 في 5 25 زائد 4 يساوي 29، أضع نقطة. إذا 0 0 0 0 أضع نقطة. 4 في 6 يساوي 24، أكتب 4 احتفظ ب 2. 4 في 8 يساوي 32 زائد 2 34، أكتب 4 احتفظ ب 3. 4 في 5 20 زائد 3 23 وأجمع. 0 هنا 3. 4 زائد 9 13. 1 زائد 2 يساوي 3 زائد 4 يساوي 7، وهنا 3 وهنا 2. إذا ثم كم لدي من رقم بعد الفاصلة؟ عندي رقمين هما هادو، إذا 1 2 والجواب هو 2373.3. صافي. ندوزو السؤال الثاني اللي كيخص القوى، اللي هو درس جديد في المستويات الابتدائية. إذا هنايا احسب القوى التالية، غادي نحسبو هادو. إذا هنا 9 أس 3، ما معنى 9 أس 3؟ يعني 9 مضروبة في 9 3 مرات، يعني مكررة 3 مرات. إذا هي 9 في 9 في 9، هذا هو الإجابة ديالها. إذا 9 في 9 في 9 كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا 729 إلا نجزتوها بكالكيلاتري. صافي 9 في 9 في 9 هي المعنى ديال 9 أس 3. صافي 9 أس 3، هذا 3 يسمى الأس
وتسعود كيتسمى الاساس. هاد الاس هذا ثلاثه يعني عدد المرات اللي غادي نضربوا ثلاثه في بعضها، صافي. 10 اس 2 مضروبه في 5 اس 3، لان 10 اس 2 هي 10 في 10 مضروبه في 5 اس 3 هي 5 في 5 في 5، اذا 10 في 10 تساوي 100، 100 5 في 5 في 5 تساوي 125، 125 في 100 هي 12500. غادي ندوزو ثالثا، 2 اس 3 مضروبه في 5 اس 2، اذا 2 اس 3 هي 2 في 2 في 2 مضروبه في 5 في 5، 2 في 2 4، 4 في 2 8، 5 في 5 تساوي 25، اذا 25 في 8، 25 في 8 كتعطي 200، صافي جاوبوا 200. ندوزو العمليه الاخيره، 7 اس 3 هي 7 في 7 في 7 مضروبة في 1 أس 2 و 1 في 1 لا يؤثر في شيء، إذا 7 في 7 في 7 كتساوي 334 أو 43 هكا مضروبة في 1 اللي هي 343. ندوزو المسألة، مسألة عليها ثلاثة ديال النقط هي أون فرونسي. Avec une bouteille de 4,50 litres de jus d'orange, on a rempli 18 فيغ، إذا عندنا واحد القرعة كتهز 4.50 يعني 4 لتر ونص ديال العصير البرتقال، يعني يمكننا نعمرو بها 18 كاس ديال العصير. كيلي لا كونتونونس دو شاك فيغ، شنو هي السعة ديال كل كاس، يعني شحال كيرفد كل كاس من بين داك الكؤوس هذوك. جيكسبريم لو ريزولتا اون لتر، يعني النتيجة غادي تكون باللتر، صافي بوحدة اللتر. مزيان، أول شيء وعدنا 4.5 لتر يعني ديال العصير، غادي نفرقوها على 18 الكأس، يعني خصنا نعرفوا السعة ديال كل كأس، وبالتالي غادي نعرفوا أولا غادي نديروا العملية ديال القسمة، صافي عملية قسمة 4.50 على 18، صافي. دونك لا كونتونونس، لا كونتونونس هكا كنجاوبوا، خصنا نعبروا دو شاك فيغ اي دو بوان، عاد نكتبوا، إذا غنديروا عملية القسمة، عملية القسمة هي هادي 4.50 لتر غادي نقسموها على ياش؟ على 18، صافي غنحاولوا نجزوها عموديا، 4.50 نقسموها على 18، إذا هنا لدينا قسمة الأعداد العشرية، إذا هنا ما نحيدوش الفاصلة لأنها لا تؤثر، لأنها ما كايناش في المقسوم عليه، المقسوم عليه يتكون من رقمين، لا يمكننا أخذ رقمين، يمكننا أخذ فقط رقم واحد لأن عندنا الفاصلة. إذا كم في 18 يساوي تقريبا 4؟ هو 0، 0 في 18 0، 4 ناقص 0 يساوي 4، هذه الفاصلة كننزلها في الخارج ها هي، وكننزل أنزل 5، كتصبح لي 45 كم فيها من 18؟ فيها 2، 2 في 18 و 2 في 8 يساوي 16، اكتبوا 6 واحتفظوا بواحد، 2 في 1 2 زائد 1 3 يساوي 36، إذا 5 زائد ناقص 6 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1. 15 ناقص 6 يساوي 9، 4 ناقص 4 يساوي 0، هنا كنزل 0، نزل 0 هنايا 90 شحال فيها من 18؟ 90 فيها 5، 5 في 8 يساوي 40، اكتبوا 0 احتفظوا ب 4 ها هي، 5 في 1 5 زائد 4 9، هي 90 ناقص 90 يساوي 0، وبالتالي سعة كل كأس هي 0.25، إذا هي 0.25 لتر، صافي هي السعة 0.25 لتر، هي سعة كل كأس، صافي سعة كل كأس، يعني كل كأس من بين داك الكؤوس ب 18 السعة ديالو 0.25 لتر، صافي. ندوزو للمجال الرئيسي الثاني وهو أنشطة القياس. السؤال الأول، نعتبر أ بي سي دي شبه منحرف، قاعدته الكبرى 5 سنتيمتر وقاعدته الصغرى 3 سنتيمتر، إذا القاعدة الكبرى هي هذه القياس ديالها 5 سنتيمترات، والقاعدة الصغرى القياس ديالها هي 3 سنتيمترات. مزيان، السؤال هو احسب مساحته بالسنتيمتر المربع، اذا هنا واحد المعطى ناقص اللي هو الارتفاع، صافي ارتفاع هو هذا ارتفاع الشبه منحرف، يعني ارتفاع القاعدة الصغرى عن القاعدة الكبرى، اذا هذا فيه 3 سنتيمترات، صافي 3 سنتيمترات، هو فقط نسيت هنايا ملي جيت نطبي في البيسي تنسى ليا، اذا ارتفاع 3 سنتيمتر، يعني الارتفاع ضروري لأن علاقة حساب مساحة شبه منحرف تعتمد على الارتفاع. إذا نحسبوا المساحة ديالو، المساحة ديالو خصنا نعرفوا بأن المساحة تحسب بهذه الطريقة، إذا S تساوي المساحة تساوي، إذا تساوي ماذا؟ تساوي القاعدة الكبرى B
مضروبة في ماذا؟ مضروبة في قاعدة، عفوا عفوا عفوا، جمع زائد قاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في كم؟ مضروبة في الارتفاع على 2. إذا هذه هي القاعدة اللي كنديرو، صافي؟ هذه هي العملية اللي كنديرو. حساب شبه منحرف يحسب بهذه الطريقة. إذا اس ديال ا بي سي دي كتساوي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في الارتفاع على 2. اس تساوي، إذا اس ديال ا بي سي دي اش كتساوي لنا؟ القاعدة الكبرى شنو هي؟ إذا نعوضوها، القاعدة الكبرى هي هذه 5 سنتيمتر زائد، إذا الجمع هنايا انتبهوا معايا، زائد قاعدة الصغرى 3 سنتيمترات مضروبة في الارتفاع شحال؟ 3 سنتيمتر على 2. إذا 3 زائد 5 شحال؟ 8. إذا هي 8 في 3 على 2. 8 في 3 تساوي 24 على 2. 24 نقسمها على 2 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي 12. إذا كتساوي 12 سنتيمتر مربع. 12 سنتيمتر مربع، وهي المساحة ديال شبه منحرف اللي عندنا هنايا. أ بي سي دي قاعدته الكبرى 5 سنتيمترات، قاعدته الصغرى 3 سنتيمترات، وارتفاعه 3 سنتيمتر. نكملوا الفرض ديالنا. دائما في مجال القياس، السؤال الثاني في مجال القياس، احسب مساحة المثلث أ بي سي. عندنا المثلث هذايا، غادي نحسبوا له المساحة ديالو. مزيان، كيفاش كنحسبوا المساحة ديال المثلث؟ إذا مساحة المثلث تحسب بهذه الطريقة هذه. إذا اس تساوي القاعدة، هاي القاعدة في الارتفاع على 2. إذا هذه العلاقة اللي كنطبقوا، القاعدة كنضربوها في الارتفاع، قاعدة المثلث كنضربوها في الارتفاع كنقسموها على جوج. إذا القاعدة نديروها بالرموز، ب في اش باز اوتور مقسومة على 2. إذا ب في اش على 2، رانا نديرو اس تساوي، يعني اس ديال ا بي سي، اس ديال ا بي سي المساحة ديال ا بي سي. رانا نعوضو القاعدة، القاعدة شكون هي؟ القاعدة هي بي سي، رانا نعوضوها. إذا بي سي مضروبة في كم؟ مضروبة فهاد أ شي حاجة، دونك نديروها أ أش، نديرو أ أش، أ أش على 2. إذا قاعدة شحال القياس ديالها؟ القاعدة هي هادي زائد هادي، يعني هي 10 زائد 4 هادي مضروبة في كم؟ في الارتفاع في 6 على 2. 10 زائد 4 هي 14، 14 غادي نضربها في 6 ونقسمها على 2، صافي؟ 14 غنضربها في 6 ونقسمها على 2، إذا 14 مضروبة في 6 على 2 تساوي 42 سنتيمتر مربع. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال، يعني هذه هي المساحة ديال هذا المثلث ABC. كيفاش كنحسبوها؟ كنضربوا القاعدة اللي هي هذه، هي هذه مضروبة في الارتفاع على 2. دوزو للمجال الرئيسي الأخير، ومجال تنظيم ومعالجة البيانات على 6 ديال النقط. هذا رسم مبياني للرياضات التي يمارسها تلاميذ أحد الأقسام. إذا واحد القسم كيمارسوا الرياضة، صافي؟ الرياضات العدد ديال التلاميذ هو هذا، وهنا الرياضة الممارسة. هنا غنعرفوا شحال العدد ديال التلاميذ اللي كيمارسوا كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، السباحة، كرة الطائرة والرقص. السؤال الأول، ما عدد التلاميذ الذين يمارسون كرة القدم؟ كرة القدم، مشو كرة القدم هي هذه، شحال ديال التلاميذ اللي كيمارسوا كرة القدم؟ 8 ديال التلاميذ. إذا عدد التلاميذ الذين يمارسون كرة القدم هو تلاميذ 8 ديال التلاميذ، صافي. السؤال الثاني، ما عدد التلاميذ الذين يمارسون السباحة؟ مشو السباحة، شحال ديال عدد التلاميذ؟ أنا نديرو إسقاط، 5 ديال التلاميذ. إذا عدد التلاميذ الذين يمارسون السباحة هو 5 تلاميذ، 5 ديال التلاميذ. سؤال ثلاثة، ما عدد التلاميذ الذين يمارسون كرة السلة؟ ندوزو لكرة السلة، كرة السلة هي هادي شحال؟ 4. إذا عدد التلاميذ الذين يمارسون كرة السلة هو 4 ديال التلاميذ. أخيرا رابعا، ما عدد تلاميذ القسم؟ عدد تلاميذ القسم يعني غادي يجمعوا، صافي، عدد التلاميذ ديال القسم غادي يجمعوا شحال كيمارسوا هنايا. نرجعوا للمبيان، غادي نشوفوا شحال كيمارسوا كرة السلة 4، شحال كيمارسوا كرة القدم 8، شحال كيمارسوا كرة اليد 3، شحال كيمارسوا السباحة 5، شحال كيمارسوا كرة الطائرة، شوفوا واحد كيمارس كرة الطائرة، بالنسبة للرقص عندنا 3. إذا شو كيفاش غنديروا؟ إذا نحسبوا عدد التلاميذ، عدد التلاميذ، إذا غنحسبوهم كي غنديروا، غنجمعوا كرة السلة شحال فيها؟ قلنا 4،
4 زائد كرة القدم 8، بالنسبة لكرة اليد 3، السباحة 5، كرة الطائرة 1، والرقص 3، إسقاط 3. نعم، إذا لجينا 4 زائد 8 شحال؟ 12. 12 زائد 3 15. 15 زائد 5 20، زائد 4 24. إذا عدد التلاميذ هو 24، إذا يساوي 24 تلميذا. صافي، إذا هذا القسم هذا كيتكون من 24 تلميذ. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذه القناة وفي هذا الفرد هذايا. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش تبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.